السلام عليكم ورحمة الله الإخوان، كي دايرين؟ بخير، لاباس عليكم؟ صحة مزيان. اليوم إن شاء الله غادي نشرع باش نوريكم زراعة ديال اللوبيا. هي الزراعة ديال اللوبيا، انتم كما كتشوفوا معايا كنديروها خطوطة، وخص ما بين الخط والخط تكون تقريبا 1 متر. هنا كتشوفوا معايا كنرجعوا لها التراب بحال الشكل ديال البطاطا، بحال شكل البطاطا. هي باش ملي كتعمر كتبدا تطيح، كتقال كتبدا تطيح، خصنا نردو على التراب باش الا تقالت ما تطيحش، كتبقى شادة. هذا ميس فوراجي، كما كما كتشوف معايا اللوبيا. ها انتم الاخوان،